بمناسبة الصفقات، خلينا نروح لصفقة يمكن جماهير البلوز لامت فيها إدارة تشيلسي بشكل كبير جدا، وهي صفقة اللاعب المصري محمد صلاح اللي كان ليه تجربة الحقيقة في صفوف تشيلسي في الفترة اللي كان بيتولى فيها الإدارة الفنية جوزيه مورينيو. إزاي بتشوف صلاح في تشيلسي، وإزاي بتشوف صلاح دلوقتي في ليفربول، وإيه الفارق سواء من حيث المستوى، الإمكانيات، الشخصية من وجهة نظر كوديتشين في محمد صلاح؟ طبعا الاختلاف عندما وصل صلاح الى تشيلسي كان، لا اريد ان اقول لاعب متواضع، لديه بعض الامكانيات القليله لانه اتى من باسل في سويسرا، والدوري السويسري ليس كالدوري الانجليزي، وبكل تاكيد الامر كان صعب بعض الشيء على محمد صلاح من اجل التاقلم في البريمير ليج، لكن نتكلم عن الوجه الاخر. محمد صلاح الآن يصنع أشياء خارقة ويقدم أداء رائع مع ليفربول، لم يكن محظوظ صلاح مع مورينيو في فترة تشيلسي، لكن صلاح ذهب إلى إيطاليا، وعندما وصل إلى ليفربول تألق صلاح وبزغ نجم صلاح، لأن صلاح لديه إمكانيات عظيمة جدا. وأقول لك شيئا باعتباري أشاهد صلاح كل أسبوع دائما، صلاح لديه العديد ليقدمه. هل نادي بحجم تشيلسي لا ينظر إلى مثلا في ملف التعاقدات، لا ينظر مثلا إلى التعاقد مباشرة مع لاعبين أفارقة أو عرب من دورياتهم المحلية؟ يعني هل لابد الأول أن يبقى في محطة أو يبقى في ترانزيت مع واحد من الدوريات المتوسطة في أوروبا زي سويسرا زي بلجيكا وغيرها من الدوريات عشان يتم التعاقد مع لاعب افريقي، ولا من الوارد انه يحصل صفقه او انتوا بتتابعوا الاسواق في المنطقه العربيه وافريقيا؟ بكل تاكيد لا، ليست لدينا اي مشاكل من اتمام تعاقدات في الوطن العربي او في القاره الافريقيه. انظر هذا، عندما يكون هناك لاعب يستحق ارتداء شعار تشيلسي نذهب ونتعاقد معه، لا يهمنا من أين هذا اللاعب وما هي جنسيته، إذا كان أفريقي إذا كان عربي إذا كان من أي وطن، قد يلعب في أي بلد في العالم، لا يهمنا ذلك. كارلو كوديتشيني طبعا نجم إيطاليا ونجم البلوز، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معانا على شاشة الأهلي، وكل التوفيق طبعا لتشيلسي في الشامبيونز ليج وفي البريمير ليج، لكن مش هقدر أتمنى لك نفس الأمنية في كأس العالم للأندية، وإن كنت أتمنى الحقيقة أنه يجمعنا مواجهة بين تشيلسي وبين الأهلي المصري، ده معناه أن احنا نقدر إن شاء الله نوصل للمباراة النهائية.